امبارح انا من بورسعيد من اسم امام محمد نجيب، ليه يا بنتي في المستشفى التضامن محجوزه بغيبوبه السكر، نازله اجيب غدا اتلاقيت الضابط اللي واقف مستشفى التضامن في ظهر الاستاذ ماشي، راح اجيب غدا من الدمياطي اتلاقيت الضابط بيقول للحراس اللي على الحديد اللي واقفين قبل ما الماتش ده يخلص وقبل ما الجماهير تطلع بره نكون احنا هاربين نلم بعض ونهرب. فانا سمعت الكلمه منه فروحت راجعه له تاني، فبقول له انت حارسنا وانت الباشا بتاعنا، انت بتقول لهم ليه كده؟ هو فيها هيحصل؟ طب طالما في حاجه هتحصل روحوا قولوا له الماتش بناقص، يعني مشوا الناس مشوا الشباب ولا هم هيقتلوا بعض؟ قام قال لي ما فيش، قلت له فيها هيحصل روح قول لهم، قام قال لي لا احنا مالناش فيه، وقام اخد بعضه وما خلتلوش يعني ما خلتلوش من اوسخ الكلام، راح اخد بعضه وراح ماشي وراح مشاور للعساكر من بعيد، راحوا سايبينه وراحوا ماشيين. يعني الحكومه والضباط والعساكر اللي كانوا واقفين امبارح على النادي اللي استاد من بره عارفين ان الناس اللي جوه هيطلعوا مقاتيل، ولا رضا يقول ولا رضا اي حاجه، واخد بعضه هو والعساكر وقام ماشي. يعني كان اساسا الماتش ده كان بناقص منه نهائي، لان كان هيحصل الاسئله ده مش مننا احنا، اللي باب طبعا كلها مفتوحه، فين الحكومه بتاعت زمان اللي كان بيخش بقصافه يرجعوه؟ خيالك فين الناس دي؟ فين فين الداخليه اللي قاعده على كراسي مش عاوزين يقوموا؟ كل الحكومه بتاعتنا متواطئه جامد 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 وعندهم خلفيه بالموضوع دوت. عندك صف عساكر واقف في الملعب تمام، لما كنا بنيجي بننط ولا نخش في حته بيمسكوه وسيبوا سيبوا يسيبوه عشان خاطر الناس، لما يكون واحد رايح لسلميه تمام، واحد رايح ما تشتمش يا ابني ما تعملش يا ابني، انما ده رايح يعمل ايه؟ واحد رايح يخرب، العساكر واقفه والعسكري بعطت لسانه قايل مش هم اللي بداوا خلوهم يستحملوا ولا يعني تلفزيون مصر ما صورش الاحداث لا 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 محمد مصر المخرج ما صورش حاجه تمام، الابواب اتفتحت لهم، احنا لاحظنا ان الوضع الاعلامي متكرره، صوروا اللي بين الشوطين تمام، نزلت الجمهور ما صوروش بعد كده ايه اللي حصل، ما جابوش بقيه البورسعيديه وهم بيشكلوا مع بعض عشان يحموا الاهلاويه. انا متعور ومضروب بسبب ان انا بشيل اخواتي المسلمين، ليه الباب الجمهور اللي بتاع الاهلي للقطر بالعربيات، احنا كناس من بورسعيد قاعدين ناخدهم بنقول لهم لو هتيجوا عندنا في البيت، لو هتيجوا عندنا ما حدش هيكلمكم، عند المستشفى منظر ما تعرفش ده بورسعيدي مصراوي من الزقازيق من المنصوره، حاجه الناس بتبكي الناس بتبكي، قاعدين نوصلهم لحد القطر بالعربيات. امبارح بقول لحضرتك انا العربيه عندي تاخد اربعه اخد ثمان تنفار وخايفين، يا ما تخافوش ان شاء الله خير، ما تعرفش مين اللي عمل كده، اللي عمل كده الشرطه والجيش، الشرطه والجيش هنقول طرف ثالث ثاني ولا هو الشرطه والجيش؟ ما فيش طرف ثالث، الشرطه والجيش عشان واحد 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 واحد. اتفضلي حاجه، انا عايز اقول ان النادي المصري هو اللي غلب في الماتش ما اتغلبش، يعني اكيد الجماهير المفروض كانت هتبقى مبسوطه مش متغاظه، لان هي اللي كسبت، عمرها ما تكون محتاجه ان هي تضرب واحد ولا تقتل واحد. ايوه وياما قبل كده يا جماعه احنا الشعب كسبانين ثلاثة، النادي المصري هو اللي كسبان، ليه هيضرب الناس ويشتمها؟ ليه؟ وليه ما قبل كده حصل مطاشة كتير؟ اتخانقوا وضربوا وعملوا كل حاجة ما فيش واحد مات. ليه 73 واحد؟ ليه؟ ليه اليافطه اللي اتعملت ديت ما اتصورتش؟ ليه ما جابوهاش على التلفزيون؟ الاعلام دوت اللي بيتباطى على كل التصوير دوت. هو مدحت شلبي، مدحت شلبي، وبعدين اهو انا بقولها تمام، مدحت شلبي، مدحت شلبي، في ناس من اللي بتيجي معاه في برنامج مصراوي، مدحت شلبي من الفلول ومن الحزب الوطني، بتيجي معاه في برنامج مصراوي يعني اذكر اساميهم من بورفؤاد ومن بورسعيد وهم عارفيني تمام، الناس طلعت اخذت التيشيرتات واخذت الشنط واخذت موبايلات العيال وسرقوهم، والناس دي من الرابطه بس مش التراس تمام، ناس من الارتس وناس من الرابطه وكل حاجه، بس دول بقى صحاب مين؟ مدحت شلبي والله، واقولها واقول لك اسمي دلوقتي وتجيبوني تمام 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 تمام. اتفضل حاجة. بعد اذن حضرتك، اتفضل. كان في مشكله مع الكابتن حسام حسن ايام ما كان بيدرب الزمالك، اقوى مشكله بين المصري وبين الزمالك، والله لا ينبخ على والله 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 كان يعني لو احنا ناس شريره كانوا موتوا بقى، لكن احنا ما عملناش اي حاجه، ما عملناش اي حاجه في مباراه اشد تعصب من المباراه دي، ما حصلش اي حاجه من جمهور المصري اللي نزل، نزل جمهور واطفال صغيره وراه مش عارفه اي حاجه، لكن مش هم دول جمهور المصري، بورسعيد بريئه 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 من الاحداث اللي حصلت، والله 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 بورسعيد بريئه. انا رحت السوبر جيت جبت ناس صحابي من مصر كانوا جايين مع جمهور الاهلي واخدناهم عندنا في البيت، والله والله والله. انت اللي كسبت اصلا، انت لو كنت اتغلبت يعني اكم كتير قوي كتير قوي اللي الاهلي يجي ويغلبنا بورسعيد ويمشي، اقصى حدودنا انك تكسر اتوبيس، اقصى حدودك، لكن انك تموت دي صعبه 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 صعبه.
احنا مسلمين وما نقدرش نعمل كده. البورسعيدان امبارح بتتبرع بالدم. بتتبرع بالدم احنا لو عاملين كده بتتبرع بالدم. دي مخطط، ده مخطط معمول عشان شعب بورسعيد. ومن امتى الحكومه بتبقى قاعده على كراسي الموضوع يتحدى بورسعيد؟ يتعدى بورسعيد. مش حاجه اسمها بورسعيد واهلي وزمالك. احنا كلنا شعب واحد. وبعدين خد بالك مش هنقول عايزين مبارك. احنا اللي هنحمي البلد. مش هنقول اصل ايام مبارك حلوه ايام دي، لا. احنا نحمي اهلنا وبناتنا واولادنا، واحنا مصريين كلنا هنحمي بعض. مش حاجه اسمها مسلم ومسيحي، كلنا مصريين.